You fucking died, bro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة راح ألعب سولو بسيرفر أوفيشل. السيرفر شهري 4 أيام على السيرفر تقريبا. أتمنى يعجبكم الفيديو. الله يعطيكم العافية. مشاهدة ممتعة. بعد ما وصلت للمنطقة حصلت أسلحة بدائية كرسبوات ديبيات من بيت متريد. طبعا يا إخوان السيرفر مش جديد، بس لأني بلعب ساعات الصبح. السيرفر ما بسمول 300 لاعب، بالعادة السيرفرات سمول 150-200. بعد ما بنيت البيت قتلت 2 عندهم أسلحة، بس للأسف صار مشكلة بالصوت ما قدرت أحل. اعذروني 20 ثانية وبرجع. Dude. Why do you need to do that? نفس الشخص اللي أخذت منه سيلفر. الواضح انه بدور علي، لازم اطور البيت. بعدين بديت أشتغل على البيت.
طيب يا اخوان، ما حبيت انهي الفيديو راح يطلع قصير. رجعت ثاني يوم للسيرفر بس بنيت بمنطقة ثانية، سويت سنوبول، كانت البداية سريعة وحلوة. اختصار الأحداث، فرمت سكراب وكرفتت كريسبو ونيلجا. بعدين نزل صندوق بالترين يارد.
die with. So. Worth trying. نزل صندوق بالترين يارد مرة ثانية.
طيب اخوان بعدين تركت السيرفر ما كان عندي وقت كنت متأخر على المونتاج دخلت بس اكمل الفيديو العب بي في بي واطلع بس يا جماعة الله يعطيكم العافية مشكورين على المشاهدة بنشوفكم على خير بالفيديو الجاي ان شاء الله ومع السلامة.